أطيب تحيات أصدقائي المشاهدين، فقراتنا من البث المباشر تتتابع عبر شاشة تلفزيون لبنان، وبسرني أن أستضيف المحلل السياسي الأستاذ بشارة خير الله. أهلا وسهلا فيك بهذه الحلقة عبر شاشة تلفزيون لبنان. خلينا نبلش اليوم من المواقف يلي أطلقت يوم الأحد، إن كان لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أو لدكتور سمير جعجع يلي زار البطرق الراعي اليوم من الدمان. كيف تقرأ الخطابين للدكتور جعجع وأيضا للوزير جبران باسيل؟ وهل حقيقة عم بيتلمسوا اثنيناتهم الواقع الشعبي اليوم يلي موجود في لبنان؟ استاذ بيير، القصة ما بقى قصة خطابات بقدر ما هي بدنا شيء عملاني. يعني كلنا بنحكي وكلنا بنقول وكلنا بنستنكر وكلنا بنزعل وكلنا بدنا ردات فعل عملانية. شو ردة الفعل؟ يعني اليوم اللي بيعمل خطاب اوكي، وبعدين طيب كيف منترجم؟ يعني اذا جبران باسيل مثلا ترحم على الشهداء ودي بدك اياه، وبالاخر وقت توصل القصة لساعة الحساب او لساعة الحقيقة لسبب ما بعرف بضيع التحقيق. شو بنستفيد اذا عم نحكي عن جريمة كبيرة هزت بيروت؟ بيروت تدمرت 7 مرات، بالعهد القوي صاروا 8. يعني شو المطلوب عمليا نعمل تنصدق هيدول الناس اللي عم يطلعوا؟ بس بدنا شيء عملاني. دكتور جعجع حكي شيء منيح كتير وقت اللي قال انه يوقفوا عنتريات علينا اليوم، هيدي اكيد معه حق فيها. بس الاستاذ جبران باسيل او الوزير السابق جبران باسيل شو قال غير انه اوكي استنكر وزعل؟ وطيب عظيم، سمى حدا من المسؤولين، دعي لتحقيق شفاف، اوكي التحقيق المحلي يلي عم بخبرونا. يعني انت عندك خشيه اليوم انه التحقيق المحلي ما يوصل الى نتائج؟ حكما عندي خشيه، لانه اي تحقيق محلي اليوم وصل. يعني اوكي مجرور رملة البيضة، حدا خبرنا عنه شيء؟ بيروت مدمره يا استاذ، عم نحكي نحن عن مجرور صغير ما قدروا يعرفوا السبب. اكيد هلا بيعرفوا هني، بس انه ما بدهم يخبرونا مين. يعني التحقيق العظيم بيبقى بكواليس صغيره وبجوارير صغيره. طيب اذا مش قادر يحقق بخبريه مجرور، هيدا بدك بدك تسلمه مدينه ترمدت عن بكره ابيها، بيوت تشلعت، عيال تفككت، الناس عم تنام بلا شبابيك بلا سقوف، شهداء بعد لحد هلا ناس مفقودين. يعني هيدي كارثه مش هيك بيتعاطوا معها، مش هيك لا قبل ولا بعد. يعني نحن عم نشوف التعاطي ما بعد النكبه. طيب ما قبل النكبه؟ وقت اللي ما بدي ارجع انا 22 و30 سنه و40 سنه، انا بدي ارجع 20 25 يوم ما قبل الانفجار لما اجى تحذير ثلاث تحذيرات عظيم. طيب كيف تعاطوا معهم من المرجع الامني؟ كيف تعاطوا معهم؟ هلا الدستور بيحمي رئيس الجمهوريه بموضوع انه ما بيطالوا، انه الدستور ما بيقول رئيس الجمهوريه ما بيتحاكم وما عليه مسؤوليات مثل هدول، بس يحاكم عند الخيانة العظمى وخرق بس الدستور. حتى الوزراء يعني كمان ما شفنا ولا وزير. لا لا انا بدي بلش من شطف الدرج، هو عماد عون كان يقول شطف الدرج من فوق، بنبلش من فوق. رئيس الجمهوريه دستوريا محمي وقانونيا محمي. طيب معنويا لما بيجي لرئيس الجمهوريه تقرير وين ابسط الايمان ليرفع المسؤوليه عن حاله رئيس الجمهوريه؟ بيدعي مجلس الاعلى للدفاع حتى يطرحوا الموضوع، ما شفنا هيدا الشيء. ووصل ايضا لرئيس الحكومه. طيب عظيم، ورئيس الحكومه، رئيس الحكومه مسؤول اكثر، يعني رئيس الجمهوريه مسؤوليته اخف، رئيس الحكومه مسؤول اكثر، بس انما رئيس الجمهوريه كان مفترض يدعي المجلس الاعلى للدفاع. وزير العدل مسؤول، وزير النقل مسؤول، وزراء وزير النقل مش وزير، وزير الماليه مسؤول، كل الوزراء اللي عندهم اللي تعاقبوا من 2014 كل يعني حتى مثلا هون بجربوا اوقات هيك يعملوا هيدا الجمباز اللغوي انه طلعت 2013 مش 2014 او إلهم 7 سنين مثل ما قال جبران باسيل اليوم انه للايحاء مثلا انه على ايام الرئيس سلامي. لا مش مزبوط، هن تنزلوا ب فتره الفراغ الرئاسي، فتره الفراغ الرئاسي جربوا يلعبوا على هذا الموضوع انه يابا الكل مسؤول. لا مش مزبوط، مش كلهم يعني كلهم مسؤولين ابدا. الرئيس سليمان بيقبل ينحط متفجرات بمرفق بيروت ويبقى ساكت مثلا؟ اكيد لا.
الموضوع بدي ارجع 20 يوم لورا تقلك انه لما اجى هيدا التحذير وما حدا تعاطى معه بشكل بشكل مسؤول. طيب دغري طلع اول انفجار قبل دقائق معدوده. طيب انعطى شيء امر اللي بيعرف انه في متفجرات جوا، ابسط الايمان يعطي امر قائد الاعلى للقوات المسلحه للجيش يسكروا ابواب المدينه. يعني طلع الانفجار، انت اذا عارف انه في امونيوم جوا ما بتبعث الاطفائيه والدفاع المدني والصليب الاحمر على والتلفزيونات. يعني الجديد كانت تحت كرمال اول انفجار، طيب نازلين لتحت، اللي بيعرف انه في امونيوم كان لازم يمنع الناس تقرب. يعني هيدي في مسؤوليات لحديت هلا، في لا مسؤوليه بالتعاطي، في لا مبالاه، في رهان مثل ما راهنوا وقت اللي اغتالوا الرئيس رفيق الحريري انه بكره يومين ثلاثه بينصر. صار في لعب يعني بمسرح الجريمه برايك؟ اكيد صار في لعب بمسرح الجريمه، اكيد. يعني في شهود عيان، ليش انا من دعاة التحقيق الدولي والمحكمه الجنائيه الدوليه؟ ليه؟ لانه اكيد صار في عبث بمسرح الجريمه، لانه في ناس كانت عم تفوت اول ليله وناس ما عم تفوت وسيارات عم تزق ما بعرف شو من جوا. لا اكيد صار في وصار في ايد واجر كيف بينفات على البور اول ليله، طوق امني ممنوع على ناس ومسموح لناس ثانيين. كثير في عدم مسؤوليه وعدم مسؤوليه متعمد، يعني لانه تيحموا حالهم اكيد، لانه هيدي اذا بدك مجموعه من اللصوص كله عم يحمي كله، مسؤوليات على الكل. اكيد المسؤوليه تتدرج من مسؤوليه اقل لمسؤوليه اعلى، ومن اهمال اقل لاهمال اعلى، انما كلهم مسؤولين على الاقل يلي اجاهم التقارير قبل بعشرين يوم وما تصرفوا. اعني رئيس الجمهوريه اللي كان لازم يدعي المجلس الاعلى للدفاع، برجع بقول لك الدستور بيحميه والقانون بيحميه، لانه مش هو المسؤول واكيد منه ناطور على باب البور، انما كان في تدبير بيقولوا له لازم ينعمل، وهو او اجراء انه دعوه مجلس الاعلى للدفاع. هيدي واحد. اثنين، رئيس الحكومه ليش اخر هالعشرين يوم؟ لانه يقال انه كان حابب يعمل هيك جوله استعراضيه يتصور تحت على البور ليحطها بكتاب انجازاته. هيدا مثلا لازم يتحاكم، ما بكفي استقال، لازم يفوت على الحبس. وزير الاشغال، يعني هو ذاته الاشغال والنقل، وزير الماليه الجمارك تحت سلطته، وزير العدل، وزيره العدل المصونه، كل هودي شو كانوا عم يعملوا بهالعشرين يوم؟ طيب فقع اول انفجار قبل بربع ساعه، طيب ما بتقولوا للناس ما تقربوا، في خطر الموت جوا، في قاعدين على فوها. طيب كل التقارير بتقول انه 2750 طن بفجروا لبنان، ما بفجروا بس يعني في ادوات انسحبت. اوكي، طيب البقوه وين؟ طيب ما بتخاف انه تكون انت قاعد بمكان سكنك او بمكان عملك على فوهة بركان اخر، ان كان بجونية ولا بالضاحية ولا على طريق المطار ولا حد خزانات المازوت؟ مين بيعرف؟ اثنين، طيب لما نحن كنا عم نهدد الاسرائيلي نضرب له الامونيوم، هل يعقل انه نهدد الاسرائيلي بضرب الامونيوم وما نكون نعرف انه في عنا مثلهم ببيروت؟ يعني كمان هون حاول السيد حسن انه يعني اذا بدك يسخف الموضوع لأكتر مستوى من التسخيف، انه بيعرف اكيد هو بيقدر يعرف انه في امونيوم وين، بحيفا وبتل ابيب بيعرفهم، بس ببيروت لا، اكيد انه بيروت ماشي، مع انه حزب الله عنده سيطره على كل المرافق وعلى كل الموانئ البريه والبحريه والجويه. طيب مش سؤال انه اليوم ليش في قانون ايسر سكر الحدود واجا هلا انفجار المرفأ اليوم لقطع الحدود البحرية؟ أنا خوفي على الحدود الجوية، يعني إذا بدنا نكفي على هالسيستام ما عم خوف الناس، بس لازم تقول الحقيقة حتى تستدرك، يعني مش للتخويف بس للتنبه. طب مين بيقول بكرة الحدود الجوية المتبقية ما قصدك المتبقية لحزب الله؟ المتبقية لحزب الله ولكل اللبنانية، انه اليوم انت بعد فيك تستورد عبر المطار. طيب اذا كانت دعم شيل فرضية اسرائيل، واذا كانت اسرائيل
يلي هي ايه رئيس الجمهورية امبارح انه كل الفرضيات بعدها واردة عظيم يعني. بس لازم فرضية اسرائيل تكون قوية اكتر، مش انه هيك على سبيل الحياة من بعد ما كررناها عشرات المرات وكل الناس وكل اللبنانية. ليش تقريبا عم نحس في تسخيف لفرضية اسرائيل برأيك؟ لانه فرضية اسرائيل بتفضحهم، لانه اسرائيل اكيد مش ضاربة مرفق فيه مدنيين ولا ضاربة تياب او تليفونات جايين من تايوان او من الصين. اسرائيل اذا ضاربة صواريخ، ضاربة مستودع ذخيرة، ولو بدها تضرب مدنيين كانت يمكن ضربته قبل الظهر مش الساعة 6:30. يعني لا قصة التلحيم لا الشبيبة بلحمه الساعة 6 ولا يعني هيدي خبرية انه الضربة 6:30 الى مدلولاتها. اولا بعدين يعني أولاً شوف الاخبار كيف كانت عم تطلع، شوي مفرقعات نارية شوي كذا، يعني كأنه في مطبخ. صرت بالاخر مرة قلتها كنت على العربية، قلت انه بالاخر يا خوفي ما انه يتهموا ايسر عامر. بيتصل فيي احد المتابعين قال لي لا بدك تعمل 6:30 مكرر، بدك تقول ايسر عامر، بدك تقول قبيل وطبارة. يعني هلقات في تسخيف لدرجة انه رح بينسوا اللبنانيين او فكروا ينسوا اللبنانيين. طيب انا اذا انا كمواطن عادي خي تضرر بيتي واضراري مادية نسيت، طيب اللي رح له شهيد، اللي رح ابنه او رح خيه او رح بيه او رح، هيدا كيف بده ينسى؟ بيروت بالتاريخ مدمرة 7 صاروا 8. يعني هيدي مش هيك بيتعاطوا معها. مسؤوليات يلي ما بيطالوا القانون مسؤوليته معنوية. أنا أول الحديث قلت لك رئيس جمهورية ما عليه مسؤولية قانونية ولا عليه مسؤولية دستورية إنه يكون قاعد ناطر على باب المرفق، بس بمجرد إنه عارف وما عمل مجلس أعلى للدفاع صار عنده مسؤولية معنوية إنه أنت عرفت وسكتت. والمسؤولية المعنوية وقت اللي بيكون في 5000 ضحية ما بين شهيد وما بين جريح منكوب وعندك 25 30 40 50 بيوصلوا لحد 100,000 ضحية بين اللي راح بيته وراح شغله، انه كل العالم قاعد ببيروت. لا بس كل العالم كانت تشتغل ببيروت. يعني اليوم عكار مش منصابي من بيروت انه بشارع مونو ومنام خاير وهاو الموظفين من وين؟ كلهم اولاد الأشرفية. انه ما كان يجي من الجنوب ناس يشتغلوا وما كان في من البقاع ناس بيشتغلوا وما كان في من عكار. يعني هودي ما بتسميهم ضحايا. الكافيه اللي تسكر 300 400 500 قهوه راحوا، المحلات التياب راحوا، السوق راح، الاسواق مدمره، المستشفيات اعظم 5 مستشفيات بلبنان تسكروا. طيب هاو موظفينهم مين ومنين؟ هودي مش 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 في ناس بحبوه للسيد حسن. طيب وفي ناس بحبوه لجبران باسيل. مش في يعني هودي مش من انصارهم يلي تشردوا على الطرقات. انا بقول لك الضحايا مش بس اللي ماتوا، اكيد الضحايا اكثر اللي ماتوا. يعني الشهيد هو اعلى 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 رتبه من غيره، انما لا في شهداء كثار. اللي وقف شغله وكان يقبض مليون ليره طيب بالشهر اليوم بعد كل ما حدث وما بقى معه ياكل هذا شهيد. طيب اليوم بعد كل ما حدث استاذ بشاره، ما حان الوقت لكل الافرقاء السياسيين يلاقوا اليوم مخرج او يلاقوا نظام جديد لهذا اللبنان؟ هذا اللبنان عم بيولد كل فتره ازمه ورا ازمه ورا حرب ورا نزاع، والناس عم بيدفعوا اثمان والجيل الجديد عم بيدفع الاثمان. الم يحن الوقت لنسال السؤال الشهير، اي لبنان نريد؟ هل نحن اليوم قادرين نكفي بهيدا اللبنان صيغه 43 وما بعرف المساء والعيش المشترك والكذب والبوس اللحى، واذا بدنا نجيب خوري من هون بنحط شيخ من هون ببوسوا بعضهم وبنزقف وتاني يوم نعمل معركة وبيرجعوا بيجوا بيصالحوا؟ يعني صاير لبنان مثل مسرحيات الأخوان العباني. أنا بحترم ما صار في ما صار لازم اليوم نحكي الحقيقة مثل ما هي ونعرف أي بلد بدنا نعيش من دون خوف ومن دون خجل، نطرح الشيء اللي نحن بنفكر فيه بيننا وبين نفسنا. أكيد معك حق، واللي عم تقوله هو كناية عن، إذا بدي بسطها، هو كناية عن عملية جراحية. يعني في شيء بدك تخزقه. صار الوقت بعد 100 سنة لبنان الكبير، صار الوقت أكيد. إنما في شيء أهم، إنه ما بيجوز تعمل هيدي العملية الجراحية اللي عم تحكي عنها حضرتك، وإنت معك حق وأكيد معك حق، إنما في ظل وجود درجات بالمواطنية. يعني ما في انت مواطن فئه، ما لانه في هذه الدرجات وفي استقواء، في استقواء لازم. اوكي اوكي اوكي
لنتفادى معارك ودم. بس انا عم جرب اشرح لك انه القصه ما نحن منا بازمه دستور، منا بازمه قانون، منا باي ازمه من هدول، نحن بازمه طريقه اداره الحكم. يعني بمعنى اخر انا بدي ارجع لل 2014 24 ايار 2014 خلصت ولايه الرئيس ميشيل سليمان، احترم الدستور وفل على بيته. ب 25 ايار كان مفترض قبل بشهرين من 25 ايار يكون عندنا رئيس منتخب. طيب تعطلت سنتين ونص على قاعده فريق بالبلد عم بيقول يا اما مرشحنا يا ما في رئاسه. طيب هيدا اي دستور كان بيحكي هيك؟ اي بس قبل ما نوصل لهون بس عم جرب وصلك انه القصه منا قصه قانون. يعني هلا اذا غيرت القانون وغيرت الدستور وعملت احلى دستور وفي فريق وقت اللي بحط فرده على الطاوله بيقول ايه بيمشي وبيقول لا ما بيمشي، ما هذا اللي بدي اقول لك. نحن امام ثقافتين مختلفتين قبل ما نفوت بالتفاصيل السياسيه. أمام فريق في ثقافه بتقول لبنان بلد للحياه وللابداع وللفن وللوجه الحلو وللسياحه، في ثقافه اخرى تقول لبنان للجهاد وللمقاومه وللقتل وللضرب وللحروب وللدمار. يعني في وجه الفرق بين هاي الثقافتين انه ثقافة اللي عم تحكي عنها لبنان الحلو والوجه الحلو والسهر و و و و و قبلاني بالثقافة الاخرى شرط يعني قبلاني بالهم. بيمشوا مع بعضهم ناقضين، يعني ما فيك تعمل بلد سياحي. بيمشوا مع بعضهم، بيمشوا مع بعضهم عندما تتواضع الفئة الأخرى وتعترف إنه هي حقها بالمواطنية مثلك مثلها. أنا بقبل كون أنا بشرب وبسكر وبنبسط وبعيش والآخر بيركع وبيصوم وبيصلي ومحجب والبدك إيه. أنا بحترم كل تقاليده، إنما يلي ما بقبل فيه إنه بده يفرض تقاليده علي، اللي ما بقبل فيه إنه هو بيقرر عني قرار حرب وسلم ومستقبل بيروت، هيدا اللي ما بقبله. أنا بقبل إنه يكون مختلف عني بعاداته وبتقاليده وبحترمه تعددية وهذا غنى. بس اليوم نحن عم نحكي عن الفرض. لما حضرته بصير فرضه على الطاولة، عم نحكي فرض يعني بالمعنى المجازي، لما فرضه على الطاولة بده يصير يقرر عني مين بيجي رئيس وأمتين بيجي الرئيس ومين بيجي وزير وأي حقيبة لمين ومين بياخد هيدي الحقيبة ومين ما بياخد هاي الحقيبة وحق الفيتو عنده والقرار حرب وسلم عنده، هو بهدد إسرائيل. لكن ما في محمد رئيس الجمهورية، هو مسؤولية كل ما يحدث. رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية الحالي يعني العماد ميشيل عون هو غطى هذه ال... بس هذا الواقع موجود قبل ما يجي رئيس الجمهورية وقبل ما يكون هيدا الواقع. بدي اقول لك شغله، هيدا الواقع منه سوبرمان، هيدا الواقع منه شيء اسمه سوبرمان، يعني قادر ما بيقدر يجتاح لبنان ولا بيقدر يخوف كل الناس. هيدا الواقع بيتفشى ويتضخم لما بتغطيه، لما بتغطيه بالسياسة عم بحكي. لما بس السياسي بشارة قبل ما يتغطى قبل 2006 لما رئيس الجمهورية بيقول له لا شيء، ولما رئيس جمهورية بيوافق معه شيء تاني، لما رئيس مجلس نواب بيقول له لا شيء، ولما رئيس مجلس نواب بيكون ماشي مثل ما بده شيء تاني، لما رئيس مجلس وزراء بيقول له لا شيء، ولما رئيس مجلس الوزراء بيكون شرابة خرج عنده مثل هذا اللي جابوه هلا آخر مرة شيء تاني. بس قبل ما مش يكون صحيح لما ما بتغطي الدول عم تعاقب لبنان، لما صار لبنان الرسمي مرتهن لحزب الله، وقت اللي كان الرئيس ميشيل سليمان واقف بوجهن يطلعوا يعربدوا ويعملوا اللي بدهم اياه وبدهم يكسروا السعوديه وبدهم يكسروا الامارات، لما رئيس الجمهورية كان يقول انا ما بقبل كانت الدول تتعاطى مع الموقف الرسمي لرئيس البلاد. لما رئيس الجمهوريه بعارضهم يتغير، لو ما عنده جيوش يقتلهم ولو ما عنده القدره يقتلهم، وقت اللي بيرفع الدستور بوجههم منهم سوبرمان. بس المشكله انه نحن اليوم صرنا بسلطات دستورية متماهية معهم. هيك إذا بدي بسط الخبرية، ما بدي أقول زحفة، ما بدي أقول راكدة، ما بدي أقول صاروا يعتبروا أنه السيد حسن ممر إجباري لرئاسة وزراء ولرئاسة مجلس نواب ولرئاسة جمهورية. وقت اللي منشيل الحسابات الشخصية، يعني لما العماد عون نزل وقال لهم حددوا لي المواقع وقت اللي انتخبوه بالألفين وخمسة وقال لهم هلا بدي اعرف حددوا لي انا نائب وبدي اعرف وين المطارح اللي فيني اتجول فيها وين المطارح اللي ما فيني، قامت القيامة عليه. بس كان عم يحكي المزبوط. وقت اللي بطل يحكي هذا الحكي اخذ عزه حزب الله وانتشر. بس برجع بقول لك رئيس كده. الجمهورية وصل على لبنان، كان هذا الواقع مفروض يعني موجود بلبنان وما كان بيقدر يغير لانه كان بده يروح الى مواجهة بزمن الرئيس إميل لحود يلي كان حليفهم ما أخذوا هالقد مجدهم.
اليوم السلطات الدستورية كل يعني كان في سوري اخذ مطرحهم يا استاذي. ما نحن في مرحلتين، في مرحله خلصت بال2005 برحيل الاحتلال السوري على دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ما بين ال2005 وال2014 كان في سلطه، السلطه العليا يعني رئاسه الجمهوريه من ال2008 لل2014 كانت معاكسه لفريق حزب الله، كان في جاب يعني بالنسبه لهم. خلصت بال2008 قبل انتخاب ميشيل سليمان، ورجعت بلشت بال2016 بعد انتخاب العماد ميشيل عون. هيدي الفتره هن بيعتبروها فتره خصم لهم، فتره ما قدروا. اليوم وقت السلطات الدستوريه بايدهم، هيدا لبنان هيك صار. انا برجع بردك 2010 و2009 و2008 كان النمو 11%. ليه؟ لانه كان في موقف رسمي مغاير، كان في موقف رسمي عم بيقول انه انا بدي اعمل احلى علاقات مع امريكا، واحلى علاقات مع اوروبا، واحلى علاقات مع المملكه، واحلى علاقات مع الامارات، واحلى علاقات مع الكويت، واحلى علاقات مع قطر، واحلى علاقات مع ايران، واحلى علاقات مع سوريا، بدي اعمل احلى علاقات مع كل الدول. كان ينزل من طياره ويركب بطياره كل الدول. لك ما حدا اجي عزيمه دعوه على دوله اليوم. ليه؟ لانه صار الموقف الرسمي رهينه حزب الله. هيدي المشكلة اللي نحن فيها قبل ما نوصل على الانفجار وعلى المسؤوليات. انه اليوم لو في رئاسة، لو 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 في رئاسة مناهضة لحزب الله، بتقبل يكون في مخزن سلاح ببيروت؟ طيب خلينا نروح شوي الى مثل ما يعني جيت على قصة استشهاد الرئيس الحريري. من المفترض يوم الثلاثاء يكون في الحكم، ماذا تتوقع من الرئيس الحريري بعد تلاوة الحكم؟ شو راح بيكون برأيك موقفه؟ و الكل يعول على موقف الرئيس الحريري، لانه نقولها بصراحه في غليان شوي معك اليوم. حق. انا ما بسمح لنفسي ادعي اني بعرف شو بيقول الرئيس الحريري، يعني يا بك تساله له يا بك تسال مستشار. انا يعني ممكن يكون برايك تسالني شو موقف الرئيس سليمان بجاوبك، تسالني شو موقف بس سعد ممكن الحريري يكون خطاب تهدوي بهذا الظرف، او ممكن انه يكون لا خطاب ما يحكي بال بس تصعب انه يعني صعب الجواب كثير، لانه جمهور تيار المستقبل جمهور واللبنانيين كلهم يعني، وانا ماني من تيار المستقبل انما متعطش اعرف هيدي الحقيقه. واكيد رده فعلي على 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 النتيجه راح بتكون معلنه، مش اخبي حزني او غضبي او فرحي او ما بعرف شو بالنتيجه. يعني العداله لازم تكون، في فرق ما بين العداله والاقتصاص، في فرق ما بين العداله والانتقام. هيدي بكره بدها تطلع هي نتيجه العداله. شو يعني العداله؟ يعني بدها تجي المحكمه تقول لك هيدا وهيدا 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 عملوا الجريمه باوامر من هيدا وهيدا وهيدا وهيدا. وقت اللي انا عم بعرف انه اليوم بيطلع الحق على سعد الحريري اذا انتفض، ولا الحق على اللي بعتوا المجرمين يقتلوا رفيق الحريري وقتلوا معه بيروت، ولحديت هلا بعدهم عم ينتقموا من بيروت. ايش هيدا كله اللي صار؟ انا مني من جمهور الحريري، ولا كنت بيوم من الايام مع الحريري، ولا بيقربني الحريري، ولا اني على بيرول عند الحريري، ولا بعرف الحريري، ولا شايف الحريري. بس كل اللي عمرهم رفيق الحريري اليوم عم ينتقموا منهم. هيدا انتقام من بيروت يلي رفيق الحريري عمرها من التسعين لل 2005 من بعد حروب مدمرة يعني خربت لبنان. بنرجع يعني قبل التسعين شو كان فيه؟ شو كان فيه؟ نفس المشهد الموجود اليوم للأسف. طيب نروح شوي إلى الوضع الأقليمي اليوم. التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، أي مشهد سيرسمه في المنطقة؟ يعني بتقديري أنا هيدي أوراق يعني عم بيتم تبادلها، وعم المايسترو تبعها هو الرئيس دونالد ترامب يلي عنده انتخابات، وعم يعرف يلعب بالأوراق يلي بتعزز له فرصه للنجاح يعني لولاية أخرى. بموضوع التطبيع يعني ما بفهم انا ليش اللبنانيه او بعض يعني اذا بدك الممانعين بلبنان عم ينتقدوا الامارات. هيدا شان اماراتي، هي حره. لبنان ما بده يطبع لا يعني لا, لا الى الى ما تنتهي القضيه الفلسطينيه، على الاقل هيدا المعلن سياسيا استاذ بيير. نعم. انما هيدا شان اماراتي، نحن بنحب الامارات وبنحترم الامارات، وعلى مبدا المنادات بتحييد لبنان لا شأن لنا بأي ما تفعله الإمارات مع إسرائيل. حرة تطبع وحرة ما تطبع، محبتنا لإلها ما بتتغير وتقديرنا لإلها ما بيتغير. دولة شقيقة وبتحب لبنان. طيب
رح نكمل هذا الحديث نحن وياك استاذ بشاره، بس خلينا بس قبل نشير الى موضوع الكورونا، يبدو انه هناك اليوم اعداد ايضا مرتفعه جدا، كانت لامست ال 400 حاله بالامس، بعكار اصابتين جديدتين في حلبة وبزبينة اليوم، وعدد من البلديات كمان عم تحكي عن تسجيل اصابات كثير كبيره في بفيروس كورونا، وهناك خشيه من تمدد هذا الفيروس في المخيمات الفلسطينيه، لانه الاعداد في المخيمات ايضا مرتفعه جدا، وبلديه طرابلس والمؤسسات التابعه لها مغلقه يوم الاثنين والثلاثاء تمهيدا لتعقيمها باطار الاجراءات الوقائيه لمنع تفشي الفيروس وحفاظا على سلامه الموظفين والعمال في المستشفى. وأيضا مستشفى الهمشري كان أعلن عن 5 إصابات بالطاقم الطبي وأقفال كل الأقسام للتعقيم. واليوم أيضا فجعت بلدة بينو العكارية بثلاثة من أبنائها يلي للأسف يعني توفوا بسبب الكورونا في فنزويلا. وبلدية بعصفرين عم تدعي الأهالي إلى التجاوب مع توصيات وزارة الصحة بالمنطقة. برأيك اليوم ملف كورونا يعود إلى الواجهة من جديد، هل ستستطيع الدولة اليوم مواجهته مثل ما كانت عم بتواجهه بالأشهر والأسابيع الماضية، إذا فينا نقول خصوصا مع هذا التفلت يعني على الصعيد الشعبي؟ الله يحمي بزبينة وبينه بعكار، والله يحمي بعصفرين وطرابلس وكل المناطق، بس الناس اليوم صارت بغير مطرح يعني مع الأسف. أكيد الاحتياط واجب والوقاية واجبة وضروري نضلنا منتبهين، إنما في بلبنان يعني صار اللبناني عايش على حدث بنسي حدث، جريمة بتنسي جريمة، مشكلة بتنسي مشكلة. يعني اليوم إذا بتسأل الناس على الكورونا بيقولوا لك أكبر كورونا موجودة على العنبر رقم 12 ببيروت يلي دمر 3/4 المدينة. أكيد تثق بالأرقام يلي بتطلع من وزارة الصحة؟ أثق بالأرقام، ليك الأرقام ما لازم تكون بتغلط. لا أثق بوزير الصحة إذا بدك تسألني هيك، بس إنه الرقم ليش لا تثق بوزير الصحة؟ لأنه سيس الموضوع من الأول، مع إنه عم يعملوا له دعاية وكأنه هو كان الوزير العظيم. لا أبدا منه عظيم، لأنه لازم يتحاكم مثله مثل غيره، لأنه أول يوم وقت اللي كنا عم ننادي على كل الشاشات انه ما زال بلشت الكورونا توصل على لبنان، وقفوا الطيران او عملوا حجر الزامي لكل حدا جاي من برا لبناني او غير لبناني له حق يجي على بلده اذا كان لبناني، انما حجروه بشكل الزامي، عملوا شيء ميداني على المطار، ارض المطار شاسعه واسعه، صار يقول اعتبارات سياسيه، يعني سيس الموضوع من اول دخوله. بقى انا ما بشوفه مثل ما بيحكوا عنه انه والله اشتغل وما اشتغل، لا هو مثل الاطفاء المهووس يلي ولع الحريقه وبالاخر ركض يطفيها. صاروا الناس انه شافوه بنص المشهد من بعد ما ولعت الحريقه راكض يطفي، انه يا حرام برافو عليه عم بيطفي، بس ما هو اللي ولع الحريق. يعني هيدا انا بكل صراحه بقولها، ما لانه بينتمي لحزب الله لو مين ما كان يكون، هيدا رايي فيه. وزير الاشغال بيتحمل معه نفس المسؤولية، لأنه سمح بدخولهم على المطار، كان لازم يعملوا شيء ينحجروا بشيء بشكل إلزامي على المطار، كنا ضبطنا الموضوع. لما تفلت هلأ لما كانوا إصابتين كنا عم ننادي هيك ومسجلين وموجودين، لا لما صاروا 400-500 باليوم بتقلي تثق بالأرقام؟ إيه بوثق بالأرقام، بس ما بوثق إذا هالأرقام ناتجة عن فحوصات كتير أو عن فحوصات قليل. يعني اليوم أنا إذا عملت 50 فحص كيف بده يطلع عندي 100؟ يعني كل ما زادت نسبة الفحوصات كل ما زادت نسبة المصاب. طبعا يعني أنا بقول لك هلا إذا بنعمل 10,000 فحص بالنهار بيطلع عنا 2000 كورونا بالنهار، إذا بنعمل 100,000 فحص بالنهار بيطلع عنا 25,000، بس إذا عم نعمل 100 فحص بالنهار بيطلع 50، وإذا عم نعمل 1000 فحص بده يطلع 125. يعني بوثق بالرقم بس ما بوثق بطريقة المعالجة اللي عم تجيب هذا الرقم. خلينا نرجع إلى المواقف اليوم. البطرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أكد أنه يجب البدء فورا بالتغيير، مسرعين إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة من دون التلهي بسن قانون جديد وتأليف حكومة جديدة كما يريدها الشعب الذي هو مصدر السلطات. فالشعب يريد حكومة تنقض الماضي بفساده الوطني والأخلاقي وتنقض الأداء والسلوك والذهنية.
شعب يريد حكومة إنقاذ لبنان، لا حكومة إنقاذ للبنان، لا حكومة إنقاذ للسلطة، والشعب يريد حكومة منسجمة معه لا مع الخارج، والشعب يريد أن يكون التمسك بالثوابت والمبادئ الوطنية كأساس للمشاركة في الحكومة. وأهاب الراعي بالسلطة بأن تفسح المجال أمام الطاقات اللبنانية القديرة والنزيهة لتشارك في استعادة لبنان شرعيته الوطنية وثقة العالم به، متسائلا كيف يمكن إعطاء ثقة لأي حكومة لا تتبنى الخيارات الوطنية أو توفير تغطية لمشاركة هذا الفريق أو ذاك خارج الثوابت الوطنية؟ وهل يدرك المسؤولون السياسيون خطورة حجب الثقة الدولية عنهم جميعا؟ يعني هل نحن اليوم فينا نروح إلى انتخابات نيابية مبكرة، أو هل شايف أنه نحن رايحين اليوم إلى انتخابات نيابية مبكرة؟ مع احترامي لكل لنظافة وشفافية اللي عم يطرحوا موضوع الانتخابات النيابية المبكرة كمطلب أساسي اليوم، أنا بقول منه لا يحتل أولوية الأولويات. يعني أنا بحترم يلي عم بيطالبوا فيه، إن كان حزب الكتائب أصدقائنا وحبايب قلبنا ولا صاحب الغبطة يلي أنا بتمنى أن يحاط أكثر سياسيا. يعني المطلب الإصلاح إن كان من عند الكتائب أو من عند البطرك أو من عند أي فريق بينادي بإصلاحات وشفافية ومعارضة نظيفة من برا، هيدي لازم تندعم أكثر. إنما أنا بس بموضوع الانتخابات النيابية المبكرة ما بشوفها أولوية الأولويات. يعني بسلم الأولويات يمكن بحط رقم 9. شو الأولوية؟ الأولوية اليوم هي أن يتواضع الفريق المستكبر بسلاحه، وعندما يتواضع معه قانون الانتخاب وبصير عادل أكثر، لأنه اليوم ما فيني أعمل قانون انتخابي. إذا بدنا نروح إلى انتخابات نيابية مبكرة على أساس أي قانون؟ هذه هي، لأنه البطرك عم بيقول أنه دعكم من القوانين وتعوا لنعمل، يعني تعوا لنعمل على هذا الانتخاب، على يعني هذا القانون. يعني الثنائية الشيعية بتجيب 27 من 27. هلأ شو تغير؟ ما تغير شيء. وقت اللي بتيجي بتعترض على شيء بيقولوا لك مسائية. إذا بدها تصير انتخابات نيابية مبكرة، ما بتعتقد المعركة الأساسية رح بتكون عند المسيحيين؟ بتبلش القصة يا أستاذ إنه إيه، ليش بدها تكون هيك؟ يعني شو إنه هيدي حل إنه إذا كانت هيك؟ بعدين بهيدا القانون المركب عقياس بدها ترجع تردهم هن زيتهم تفرق واحد اثنين ماشي تاني. يعني انا بقول لك علي شو قانون الأمثال؟ انا بس هيك بدها تكون صريحة كتير. على 128 نايب بعتقد بيتغير 3-4 من بين، يعني بيسقط 3-4 من الحاليين ومن بيناتهم جبران باسيل، لانه في اجماع انه لازم يسقط. بس بقيت ما بقى ما بتغير شيء. الشيعة بيضلوا هن زيتون، والقوات بيضلوا هن زيتون، والكتائب بيضلوا. هلا بيحسنوا شوي، بيتحسن واحد بيتحسن اثنين، بس انما مش هون المشكله انه نوعيه القانون هذا بيرجع بيرد الطبقه السياسيه. يعني كانك عم تعطي للسلطه الحجة إنها ترجع تشرعن حالها بحالها. هلأ هي غير شرعية لأنه بيقولوا الشعب أسقط شرعيتها وقت اللي بتعمل انتخابات وبترجع بتجي النتيجة متقاربة، بدها ترجع تاخد شرعية ولو كانت شرعية وهمية لأنه القانون مركب. طب أي قانون القانون الأمثل اليوم برأيك تجرى عليه انتخابات نيابية؟ بيسوى نرجع على الدائرة الفردية، بيسوى. أنا مثلا يمكن الناس ما بيقبلوا، بس أنا بحب كتير قانون 60. بعتبر يعني وقت اللي انعمل الرئيس شهاب ما كان مخطئ أبدا لما عملوا. هلأ هون نرجعوا شوهوه، صار ساعة صار قانون الغازي كنعان وصار ما بعرف شو، بس هو قانون 60 أصلا وقت اللي انعمل يعني انعمل على أسس واضحة ومرتبة. البعض بيقول انه كان قصص شوي طائفية. لا مش طائفية ابدا، ليش؟ بالعكس، كان كان كنت بتعرف انه الارمني نجح ب 77 صوت ومحمد رعد جاب 38 الف صوت، انه ليه بدها تكون هاي؟ ليش بده يكون في نائب فئة ونائب فئة باب المجلس بيقول له سكوت وليه انا جايب 38 الف وانت معك 77؟ هاي الفضيحة احلى. او يكونوا كلهم سوا بهالبوستة، واحد بيجيب 40 الثاني بيجيب 39 واحد بيجيب 41. بالعكس، يعني انا بتقديري القانون كل ما كان ما بي، يعني اليوم ليش بده يكون انه في شيء اسمه هيدا الصوت التفضيلي يلي بيروح بيدفعوا حقه مصاري وبصير في ناس كريمة بالليحة وناس قطشي بالليحة وناس مثل حمار العرس، يعني بزقوا على العروس وما بفوتوه على الكنيسة. ليش بدها تكون هيك؟ بالعكس، أنا برأيي كل ما كانوا يعني كل ما كانت الطائفية أو الطوائفية أقل بقانون الانتخابي بيكون أفضل. هلأ أنا مع الانتخابات، تمام، أنفهم أنه أنا ضد الانتخابات، لا أكيد أنا مع الانتخابات، بس في أولويات. يعني أنا قبل ما أعمل قانون مرتب
كيف بعمل انتخابات، كيف برجع بشرع لهيدي بقانونها اللي هي مركبته، قبل ما يكون عندي تواضع سياسي من الفريق يلي هو شايف حاله انه هو فئة آ وانت فئة ب، كمان ما فيك تعمل شيء. يعني الحل هو بالعودة الى الدستور، بالعودة الى القانون، بالعودة الى المفاهيم، بمفاهيم هلا يمكن انت ما تقبلهم مني، مفاهيم الميثاقية، يعني الميثاق العيش المشترك و43، لا انا بدعي للعودة لهاو لان هاو كانوا كتير منيح، واذا منتذكر انه هديك الايام كانت ايام عظيمة وكانت ايام خير وبحبوحة. خلينا نرجع لهاو، نرجع لشيء اسمه احياء الطبقة الوسطى، لانه اليوم ما بقى في شيء اسمه طبقة وسطى، دمروها، صار في يا رؤوس اموال محجوزة مصريات او مهربة، يا ناس فقراء ما معهم يتعشوا، اذا تغدوا ما بيتعشوا. المشكله بمشكله في عنا شيء فوق الشرعيه عم يتصرف. نرجع للشرعيه، نرجع للدستور، نرجع للكتاب. كان يقول الله يرحمه الرئيس شهاب شو بيقول الكتاب، خلينا نسال شو بيقول الكتاب ونعمل. بس قبل كل هاو هلا لازم يكون في عنا اولويه قبل القانون الانتخابي وقبل الانتخابات وقبل شو بيقول الكتاب. لازم يكون عنا اليوم محكمه دولية، محكمة جنائية دولية بالقليلة 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 لا نحترم أرواح الشهداء اللي ماتوا، ولا نحترم دمات الجرحى اللي انجرحوا، ولا نحترم أصحاب البيوت يلي تدمرت وخربوا لها بيتها، إلو 50 سنة بيشتغل لاشترى أوضة ودار، اليوم صار مشرد على الطريق. هيدا اللي لازم يكون أولوي اليوم، وهيدا ما بيقدر يكون بتحقيق محلي. مع احترامي وتقديري للقاضي والاسم اللي قالوه وهو نظيف، انما القاضي على شو بده يستند؟ بده يستند على تقرير ومعطيات. لما بيجوا فرقه حسب الله بيعطوه معطيات منقوصه ومغلوطه، كيف بده يطلع معه التحقيق؟ شو بيطلع معه؟ يعني اذا 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 مثلا على سبيل المثال، لانه بعرفه بدري ظاهر مثلا عطى اللي بيريد يعطيه وقدر يحمي حاله في مكان ما، طيب شو كيف بيطلع التحقيق؟ بدك تحقيق دولة ما فيها أم رحمين، كبير صغير، مقمط بسرير، كله بده يجي على التحقيق. الدول بتحط إيدها على الموضوع، متخصصين بيعرفوا إذا كانت مزبوط إمبلة إدروجين ولا مش إمبلة إدروجين، وبيجيبوا أقمار اصطناعية بيستعينوا فيهم وبيعرفوا كيف صارت الجريمة وشو كان فيه وشو كان فيه بالمستودعات، وإذا انفجر رقم 9 قبل 12 وكيف انفجر 12 وكيف بينفجر الأمونيوم، وإذا الأمونيوم بينفجر لوحده من حرارة الشمس، أو إذا دابت عليه شمعة، ولا إذا كانوا عم بيلحموا الباب، ولا إذا كان في فرقع لأيسر عامر حدو. يعني هاو كلهم الخزعبلات بينكشفوا وقت بيكون في تحقيق دولي شفاف. نعم. مع خبراء عم بيديروا هذا التحقيق. بس لما بيكون قاضي لبناني، قد ما يكون نزيه وقد ما يكون نظيف وأنا ما عم شكك بالقضاء، وقت اللي بينعطاله معطيات مغلوطة أو مضللة، رح بيكون التحقيق ناقص وبتخلص على قاعدة بدري أبو كلبجة طول موند أغانيه، والله يرحم اللي ماتوا، والله يصبر اللي انجرحوا، والله يدبر يلي تكسرت بيوتها يناموا على الطريق. هيك بده يصير على الطريقة اللبنانية مثل دايما. طيب ماكرون يعود في أيلول، في أول أيلول، يعني هل ممكن مبادرة ماكرون تثمر شيء للبنانيين؟ كتار عم بيعولوا على هذه الزيارة وعولوا على الزيارة يلي قام فيها وقربوا من الناس، يعني هل تتوقع ثمار لهذه التحركات الفرنسية تجاه لبنان؟ ليك لا شك إنه التحرك الفرنسي هو تحرك إيجابي، وفرنسا كل عمرها صديق للبنان وكل عمرها بتحب لبنان، واللبنانيين عندهم عاطفة تجاه فرنسا، يعني بغالبيتهم حتى ما هون ما في مسلم مسيحي، كلهم بيحبوا فرنسا تقريبا. إنما المشكلة ما قصة ماكرون، يعني هيدا الاستقبال الحاشد اللي صار للرئيس ماكرون بالجميزة، هيدا بهدلة للسلطة، هيدا دليل إنه هودي مش طايقين الناس المسؤولين عنهم. يعني راحوا عطيوا كل عاطفتهم وعبروا فجروا عواطفهم بوجه يعني الغريب، يعني الرئيس من غير بلد. يعني ماكرون اذا بينزل بيمشي جماعه الجيلي جون ما بيرحبوا فيه اكيد، بس بلبنان رحبوا فيه. هلا مش ماكرون، لو اجى اي رئيس دوله كان راح يلاقي ترحيب اعلى بكثير من الترحيب يلي عم بيرحبوه بوزيره العدل يلي سمعنا كيف يعني كان. لو في يعني اي رئيس جمهوريه كان موجود بمطرح ماكرون كان، انما انا بموضوع ماكرون ومبادره ماكرون انا بخاف
ما نوصل على مطرح يكون في نوع من انواع الدكيشه الدوليه، لان ماكرون ما عم يحكي باسمه، يعني خلينا ما نكون طوباويين، الرئيس ماكرون عم يحكي باسمه وباسم امريكا وباسم الاتحاد الاوروبي وباسم مين ما بدك، ويمكن حتى باسم اسرائيل اذا اسرائيل مفوضه الامريكان والامريكان مفوضين ماكرون، صرنا بمعمعه. وقت اللي بدنا نوصل على مطرح يكون في تبادل اوراق دوليه ويكون في خلط ورق عن جديد ويكون في صفقات مع صفقه القرن وباراليل وما بعرف شو بيصير بحق لبنان بالنفط والغاز على حدود مع اسرائيل، بخاف انا من صفقه كبيره تكون على حساب المصلحه اللبنانيه الداخليه. من هون انا بدعي، ما عم شكك بنيه ماكرون ولا بس انا بقول انه لازم يكون اللبنانيين وخاصه السياديين من بيناتهم يكون عندهم اعلى درجات الوعي وأعلى درجات المناعة ويتحدوا مع بعض ويقعدوا مع بعض ويفكروا كيف بدهم يواجهوا إذا كان في صفقة دولية ما على حساب الداخل. شايف هذه الصفقة؟ علي أقول شايف حتى ما تصير. إذا بقول ما شايف البوارج اللي مصفوفة اليوم على الشاطئ اللبناني وهذه التدخلات وهذه الزيادة، أكيد هاي مش جاي لتشوف مين كان عم بلحم البوابة حكما، يعني حكما 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 مش جاي لتشوف مين كان عم بلحم البوابة أكيد. من يضع يده على البور اليوم؟ صار في يد دولية على أكيد البور. أكيد تدولت الأزمة، بس قبل ما تقول لي ليش صار هيك، قل لي مين المسؤول؟ مين وصلنا إنه مسؤول إحنا 30 سنة ما قدرنا عملنا بلد؟ أستاذي مسؤول إنه نحن ما قدرنا إن قال له يا عنتر مين عنترك؟ نحن مسؤولين إنه تركنا لقوة أقوى من الجيش تقوى على الجيش وصرنا نهيصلها ونطبلها ونزمرلها. أنا بتوصل على عبدة وبتوصل على سراي الحكومة، هيدي المشكلة. إذا بنرجع المشكلة سيادية، المشكلة سياسية، المشكلة إنه في أفريقاء انبطحوا عند حزب الله لا 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 يعملوا مقارب شخصية على حساب المصلحة الوطنية. هيدي المشكلة تسببت بمشكلات أخرى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. أنا بقول لك حتى لو ما كان له خصة حزب الله بموضوع البور، بدي أقول بدي حط مثل ما بنحط فرضية، بدك تحط فرضية تانية على فرضا أنه ما له خصة بالموضوع مثل ما قال سيد حسن. الانطباع العام السيد حسن مش قادر يقنع اللبنانيين، في 4.5 مليون لبناني عندهم انطباع أنه له خصة هالقد، يعني الانطباع أقوى من المعلومات وأقوى من المعطيات، أقوى من كل شيء. اليوم لقيت واحد عم بيعبي بنزين على ترمبة أو واحد عم يشتغل بالحقلة، سأله بيقول لك هيدي أكيد قصة بين إسرائيل وحزب الله ونحن ابتلينا فيها. في انطباع عام ما بيقدر لا بإطلالي ولا باثنين ولا بعشرة لا السيد حسن ولا غيره يشيل من 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 روس الناس فكرة إنه مش إسرائيل قاصفة المرفأ. نعم أستاذ بشارة، أنا بدي أشكر حضورك اليوم إلى تلفزيون لبنان. أهلا وسهلا فيك ضيف دائم. أصدقائي المشاهدين، لحظات ونوتات.